مساء الخير على حضراتكم. انا محمد رفاعي، الكساندريا برانش مانجر شركه ريب. احنا نقول بريف سريع كده عن ريب هولدنج. بس هي ريب هولدنج، هي تحتيها 5 سبسيدريز كامبني، هي ريب سوليوشنز وريب سيرفيس، ريب ميديكال، سمارت ساينتفك سوليوشنز، وباند ريز. ريب سيرفيس هي مسؤوله عن السوليوشنز الخاصه بالبرينتنج، سواء الالترا بي او الالترا اف، واللي من خلالها قدرنا ان احنا نوفر الافلام الورقيه او الافلام اللي هي بنقول عليها البلاستيك، اللي هي بتكمبير مع الافلام السيرمال. تمام. جزئيه ثانيه، ريب سيرفيس هي ادت سبورت الفتره اللي فاتت، واللي من خلالها برضو قدرنا ان احنا نوفر الكونسيومبلز والسبير بارت اللي احنا كنا محتاجينها الفتره اللي فاتت. ريب ميديكال هي مسؤوله عن الديرماتولوجي، والحمد لله احنا قدرنا ان احنا نبقى متواجدين في العديد من العيادات التجميليه، سواء بالماشينز او الكونسيومبلز بتاعتنا. سمارت ساينتفك سوليوشنز، وهي مسؤوله عن كل ما يتعلق بالسوفت وير الخاص بينا، سواء من النكستا، وان احنا قدرنا من خلالها ان احنا الحاله كلها قدرنا ان احنا نبعتها از بي دي اف فايل ثرو الميل او ثرو الواتساب. طبعا بيبقى انكلود الريبورت كمان بتاع الحاله. في نيو وانز طبعا المتواجد عندنا، واللي من خلاله قدرنا ان احنا نوفر على الدكاتره كتير من الوقت والجهد في ان هو يكتب الريبورت بتاعه، بقى بخلال ان هو اللايسنس الخاصه بالنيو وانز او الهاردوير اللي هو المايك، وان احنا ديتكت الفويس بتاع الدكتور وانه يتحول لريبورت، نقدر برضو ان احنا نبعته ثرو الميل او ثرو الواتساب. اخر جزئيه وهي باند ريز احنا طبعا بقى في مصنعين خاصين بشركه ريب. المصنع الاولاني وهو مسؤول عن اللاينز بتاع الماشينز، والحمد لله قدرنا ان احنا ننتج اول مكنه باسم ريب، وهي ريب 100. والمكنه دي اللي من خلالها الحمد لله قدرنا ان احنا نكمبير مع الافلام الليزر مش السيرمال، وطلعنا ريزلت كويسه الحمد لله. المصنع الثاني وهو الخاص بان احنا بقينا ننتج الار اف كيج، وطبقنا التجربه بتاعتنا دي بره مصر، والحمد لله طلعت ريزلت كويسه، وان شاء الله قريب جدا هنطبقها جوه مصر. وشكرا لحضراتكم، واسفين لو عطلناكم. دي كانت بريف سريع كده بس عن شركه ريب. شكرا لحضراتكم.